اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ابدا بالاخبار اللي عندنا النهارده، وعايز اوري حضراتكم لعيبه نادي كايزر تشيفز بيتكلموا ازاي، والمتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز بيتكلموا ازاي عن هذه المباراه. خلي بال حضراتكم، المباراه دي بالنسبه لهم هي الاهم في تاريخهم وفي تاريخ حياتهم وكل حاجه. فبالنسبه لهم هم المباراه دي هي حرب على ارض الملعب، مش حرب، حرب في ارض الملعب. انا عايز اكسب النادي الاهلي، عايز اكسب النادي الاهلي باي طريقه، هي دي وجهه نظرهم. وخليني اقول لحضراتكم وهقرا لكم الخبر زي ما هو، مش هغير فيه حاجه. لاعب نادي كايزر تشيفز بيقول الاهلي بيعتبر عقبه ونريد وضع نجمه على امرسنا. اكد ليبوجانج مانيما لاعب كايزر تشيفز الجنوب افريقي ان النادي الاهلي يعتبر بمثابه العقبه، مشيرا الى ان فريقه يريد وضع النجمه على قميصهم بالتتويج ببطولة دوري الأبطال. وقال أيضا مانيما في تصريحات للمركز الإعلامي للفريق الجنوب أفريقي: نعلم أن الأهلي تحت قيادة جهاز فني من جنوب أفريقيا، مدربين لعبنا ضدهم وبعض المدربين الذين عملنا معهم، وأضاف: معظمنا على دراية بالجهاز التدريبي، الأشخاص الطيبون ومدربين كبار الذين لديهم طريقتهم الخاصة، مدربين قاموا بعمل جيد في التدريب خلال مسيرتهم المهنية، نحن كتاب مفتوح لأننا لعبنا مرات عديدة ضدهم. نحن نتطلع إلى البطولة وأعلم أنها ستكون مثيرة جدا، إنهم أفضل بكثير، لكن النهائي هو نهائي، وده دايما اللي بتكلم فيه مع حضراتكم. وكل شيء يتعلق بمن يريد اللقب أكثر، وسنذهب للحصول عليه والاستمتاع بكل لحظة.